يعني في كنيسة أسر الدبارة بنحتفل بعيد القيامة مع يعني الطائفة الإنجيلية. بنسعد بالحقيقة يعني بالنهاردة بنشوف كل الأطياف مصر النهاردة، مسلمين وأقباط وقوى سياسية وممثل السيد الرئيس ووزير الداخلية ورئيس الوزراء. بنشوف مصر بجمالها، بنشوف مصر بوحدتها، بنشوف مصر بسلامتها، بنشوف مصر بتقدمها، بنشوف مصر بتقول تدي رسالة للعالم ان هناك تماسك، هناك قوة، هناك لا يستطيع الإرهاب كائن من كان او لا يستطيع اي قوة معادية لمصر ان يعني تعمل اي شيء لمصر. هي النهارده يجي العيد في على خلفية المؤتمر الاقتصادي اللي حصل واكبر انجاز اتعمل في تاريخ مصر، مؤتمر شرم الشيخ اللي اشاد بالعالم كله. بيجي هذا العيد في ظل انحسار موجة الارهاب اللي موجودة او اللي بتحاربنا كلنا. الحقيقة ان احنا كلنا في مصر النهارده في هذا اليوم تحديدا بنشعر بوحدتنا وبقوتنا وبشراكتنا وبان الصف المصري صف قوي جدا، وان السبيكة المصرية لا يمكن لا مستعمر ولا معادي. بنشعر الحقيقة النهاردة بالجو الجميل اللي بيحيط بينا من كل يعني رجال الدين، من كل ممثل فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الأزهر، ممثل وزير أوقاف، ممثل وزير الداخلية، ممثل وزير الوزراء، السيد الرئيس في المقام الأول. الحقيقة النهاردة يوم جميل جدا جدا بنشعر به بالفخر والاعتزاز بوحدة مصر وتماسك مصر وشعب مصر العظيم.